مشاهدينا احباء كرة القدم العالمية عشاق الكرة الايطالية، ها هو يتدلل يدلع يتقدم يتبختر هنا في استاد غير استاد السابق بعد سنوات قضاها سيمان هناك مع الابيض الريال مدريد. الدوري الايطالي يستعيد نجوميته، يستعيد بريقه في موسم الاقلاع بعد غياب عن المونديال لاول مرة من 60 سنة. الكرة الايطالية تسجل اولى نقاطها على مستوى الكامباك، على مستوى العودة، على مستوى كما ذكرت في البدايات الإقلاع من خلال انتدابات رائعة جدا. وان تمشي كرة والانطلاقة خطيرة، كيليني والهدف الأول اليوفي، 1-0 ليوفي. 3 دقائق سامي خضيرة يبدأ كرنفال، يبدأ الفيستيفال دي ليوفي هنا في الدوري الإيطالي. أقل من 3 دقائق كفيلة، 3 دقائق تثبت القوة الضاربة للحربة، ممكن يجيب 5. تمشي كرة الانطلاق خطيرة جدا، الثاني فرصة كبيرة في أوروبا خطيرة، والهدف الثاني، الهدف الثاني يضيع، تسلل، فرصة كبيرة. ايش قربك للوادي يا كييفو؟ كييفو فيرونا رابع مرة في تاريخه يبدأ ضد اليوفي، أو الحقيقة نعكس الآية. إذا تويلة خطيرة دوغلاس، والهدف الثاني يضيع بطريقة غريبة، فرصة كبيرة ضاعت من السيد العجوز عن طريق الرائع البرتغالي جواو كانسيلو. أيو فرصة تاهت، أيو كرة ضاعت على فريق اليوفي. حكم المباراة يمشي ساندرو يوزع كرة وركنية، يمشي مرة أخرى خطيرة، يلعب الكرة والتسديدة مراوغة، والتسديدة تخرج فوق الخشمة، ينطلق الفريق الأصفر والأزرق، محطة تسديد حلوة، والكرة قريبة لهذا الشباك، ممتازة. وهذا طبعا مدرب يلعب اخوان كوادرادو، رونالدو جول، مش ممكن. اول كرة قالوا الريت يا عشاق اليوفي في كل مكان، جاكم اللي ما يرحكون اداؤه، يرجع بالكرة الانطلاق وفرصة الثاني، وفرصة كوادرادو حط الثاني لا كيفو، ولكن اضرب، والكرة بعيدة. البيمونت اللي فيها تورينو وفيها مناطق أخرى هي حادو، كريستيانو رونالدو، دوغلاس كوستا ورونالدو، والكرة ركنية. 177 انتصار، والآن رونالدو الحسو في فورمة ممتازة، كيما جات كريستيانو مولع من البدايات، أعتقد أنه البداية الرائعة. دوغلاس كوستا، ديبالا في خطر، رونالدو حاول يسجل بطريقة في الريال، وتسديدة والأروع، أي من أين انتهى؟ حاول في موسم استعادة دي بارما، خطيرة، جول، هدف التعادل. هذا هو كييفو العنيد، هذا هو كييفو العنيد يا السادة، التعادل من ستابينسكي. قلت لكم فريق عنيد، فريق مقاتل، فريق لا يستسلم، بإمكانه في أي لحظة ليسجل ويعود ويعود، يتعادل ويعادل الأرقام. ما أروع كرة الراس يا ستابينسكي، أولى أهداف الدوري. شاوت فيه إثارة، شاوت فيه روح الكييفو فيرونا، وفيه أفضلية فنية واضحة لفريق اليوفي لم تترجم إلى نتيجة وواقع في شكرا للزميل عبد العزيز النصر. أصدقائي المشاهدين متتبعي بين سبورتس، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. بداية الشوط الثاني هنا من بين تيغودي في فيرونا، التعادل إيجابي، تركنا ماي باني تشاكريني وستيبنسكي، توزيع والانطلاقة وتسديدة الحارس، كرة ممتازة من كريستيانو رونالدو لقب في كل الدرجات، الدرجة الثانية، الثالثة، الرابعة، في التوب، في فورما، ولكن كييفو ممتاز، وفرصة للثاني، والدفاع عن طريق براتي بونوتشي يعيد التمركز كقلب الأسد في وسط الدفاع، ممكن يدخل منطقة الجزاء، خطيرة الهربة، الدخلة في عقد ضربة جزاء، بينالتي لفريق كييفو فيرونا، ضربة جزاء رقم 17 على كونسيلو، رقم 17 يبدع في يمشي جاكريني جول، ريت ديل كييفو، مفاجأة كبيرة يا السادة، وجاكريني اللي لعب عنده 5 سنين في اليوفي يرفض أن يحتفل بالهدف أمام أنصاره ولاعبيه. كانسيلو حط الكرة، برناردسكي والحارس، كييفو يعدل ثم يجيب الثاني، ترجع بالراس والتعادل، كريستيانو رونالدو بالراسية،
رونالدو بالراسية، هيك العيش مع دفاع كيف، واكثر من مرة كرة ممتازة، توزيعة ممتازة، والتعادل يضيع. بيحط الروح للكرة الإيطالية والعرضية والراسية، رونالدو في منطقة الجزاء، رونالدو والان شوت، اضرب يضرب كرة، الشوت رقم 8 خطيرة ولكن برا. إيطاليا عنده كرة خطيرة والتعادل يضيع. كريستيانو والكرة والتعادل يضيع. سيلو يمشي باولو ديبالا، ديبالا ديبالا ديبالا، هذه جول ضعيفة يا باولو، الان يشوتها يضرب كريستيانو، جول الحق.